شلنا في محلات صنفات الشهوالي، ولكن درنا فيها 12 محل مجهزة بحسن تجهيز، محلات ديال اللحم ديال الدجاج ديال الحوت، ودشنا اليوم سابق رمضان باش المواطن منين يجي يجبر جميع المواد اللي بقى يشري اللحم بقى يشري الدجاج، ولكن درناها تغيير تام، حولنا ذوك اللي كانوا في الراحلة سابقا باش يبقى اللحم مراقب، وعطيناهم الاعتماد ديال اللفصة اللي هو مهم جدا، نضع الحوانت فيهم مواصفات كاملة، فيهم الرياشات هي الخطيرة، ديك الرياش الماء اللي يتبدل خصو يتبدل يوميا وخصو يبقى نقي، ودرنا له مواد اللي مواد ما فيها الوساخ ولا فيها، والحمد لله كان هايل جدا، ودرنا هما اللي قيوات اللي كان في رمضان يفطر يبقى يجي، هذا هو اللي عدلنا اليوم وماشيين، وعندنا السوق ديال الدجاج اللي حداك مالي بالجملة وفيها 30 محل اللي نبتوا لي يشوفوا كيف. واولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر يعني رئيس جمعيه العيون على هذا السوق النموذجي اللي هو سوق مثالي في المستوى وكيليق بالتجار وكيليق اسيدي بهاد الناس اللي هما باغيين يطوروا راسهم وباغيين ينقيو. واش غادي نقول لك بالنسبه للتجهيزات، التجهيزات راه يعني اخر ما كاين، يعني انا دزت محلات ولكن هادشي اللي شفت هنا يعني راه في المستوى، وكنشكروا جمعيه العيون على هذه البادره الطيبه، وحنا راه فرحانين بهذا الشيء، وكنقول للساكنه ديال العيون هنيئا لكم بهذا السوق، راه سوق في المستوى، مرحبا بكم في اي وقت، راه كل شيء موجود، الدجاج موجود، لدند موجود، اللحم موجود، الحوت موجود، الخضره، يعني سوق متكامل. يعني كنقول للناس ديال العيون جيو لهذا السوق، راه غتكون فيه اثمنه مناسبه وجوده عاليه. تمكنا من هذه المحلات من ناحيه حنا كنا بايعين دواجين في مدينه العيون في الرحيبه بجمله وتسقيط. ودابا عطاونا هاد المحلات منظفين مجهزين بجميع الالات وجميع وسائل النظافه، وهذا هو مازال ما عرفنا كيفاش دايره، ولكن من المستقبل كاين مستقبل زاهر. حنا فرحانين بزاف في هاد الشيء ديال المحلات، وهادشي تبارك الله مزيان، هادشي زوين الحمد لله، هادشي مزيان تبارك الله، وغادي لقدام. حنا رانا فرحانين بافتتاح هاد المجازر وهاد المحلات اللي محلات عصريه كما كتشوفوا، اللي فيها جميع الظروف والشروط ديال ممارسه المهنه، والحمد لله حنا كنشكروا جميع المسؤولين والاطر الطبيه والطاقم اللي شرف على هذا السوق، وعلى جميع الناس اللي واقفه وساندتنا في افتتاح هذه المحلات، وتنشكروا جميع الشخصيات ورئيس المجلس البلدي سيد حمدي ودرشيد، وتنشكروا جزيل الشكر على هذا السوق، هذا المشروع الضخم اللي نزلوا لنا في مدينه العيون.